الخلط بين لقاحات كورونا أمر قد يبدو مثيرا للاهتمام وربما للمخاوف أيضا، لكنها دراسة تقوم بها بريطانيا حاليا. جامعة أكسفورد بدأت بتوسيع نطاق دراستها التي اعتمدت في مرحلتها الأولى على إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين من لقاحي فايزر وأسترازينيكا، وفي المرحلة الحالية ستطبق التجارب البحثية على عدد أكبر، وسيكون الخلط بين لقاحات أكثر من بينها موديرنا ونوفوفاكس. وشارك بالفعل في التجارب أكثر من 800 شخص، من المتوقع ظهور نتائج المرحلة الأولى في الشهر المقبل ونتائج المرحلة الثانية في يونيو أو يوليو المقبلين، فيما تضاربت الآراء حول هذه الدراسة. لنستمع إلى بعضها. No, I think I'd prefer them both to be the same, to be honest. I don't know why, but I don't know. I just think you'd feel more, far more comfortable if it was the same.